إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إن ما فتى وكفى خير مما كفر وأتى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. حل بديارنا ضيف كريم مضياف، فملأ الحياة سعادة وحرورا، وملأ المساجد ركوعا وسجودا، ترقبت الأبواب لذكر الله عز وجل عند حضوره، نعمت المجتمعات بخيراته وبركاته، تواترت وتتابعت علينا في أيامه ولياليه هبات ربانية ونفحات إلهية، حتى إذا تطهرت قلوبنا، حتى إذا استقامت جوارحنا، حتى إذا استنارت مجتمعاتنا، رحل عن ديارنا وخلانا. فمنا المحزون على فراقه، ومنا المتألم على تقرب أيامه وخيامه، ومنا الباكي على حسرة فوته وذهابه، وفي آخره اجتمع فينا أمران: اجتمع فينا حزن على غيابه وذهابه وفقده، وفرح بإكمال العدة والوفاء لله عز وجل بما افترض، ذلك أن القيام لله عز وجل بالفرض والنفل يملأ القلوب سعادة والنفوس حرورا وراحة. نعم، عند توديعه تسكب العبرات، وعند استقبال أول أيام شوال تظهر الابتسامات، إنها ابتسامة الفرح، إنها ابتسامة السعادة. أن وفق الله عز وجل كل مسلم فصام، وأعان كل مؤمن فقام، أكملنا العدة فكبرنا الله عز وجل على ما هدانا، نظره الأذى على وقته طويلا، والدعوات المرفوعة إلى الله عز وجل بقبوله كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يكتبنا في عتقاء رمضان من النار.
إنه جواد كريم برد رؤوف رحيم. عباد الله، جرت عادة المسلمين أن يحتفوا برمضان وأن يحتفلوا بأيامه ولياليه، وذلك لأمر مهم عظيم جليل، ليس فقط لأجل الصيام ولأجل القيام، وإنما لأن رمضان متنزل القرآن، لأن رمضان هو متنزل كتاب ربنا الرحمن، بل لأجل كونه نزل في رمضان عظم الشهر في الصيام والقيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمحوره الذي عليه يدور كتاب ربنا تبارك وتعالى. أسهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليله في القرآن تلاوة وقياما، وفرض الله عز وجل علينا الامتناع عن الطعام والشراب صياما، كل ذلك تعظيما لهذا الشأن الذي أنزل فيه القرآن. فالقضية في محورها عناية بكتاب الله، ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم في شهر هو أشد منه تعاهدا في القرآن منه في رمضان، بل كان جبريل يلقاه فيدارسه كتاب الله، كان جبريل يلقاه في كل عام في عشره الأواخر، فلما كان العام الذي قبض فيه رسول الله لقيه في العشرين الأواخر من رمضان. هكذا القضية محورها القرآن، محورها كلام الرحمن، ونحن قد اعتنينا بالقرآن في رمضان، فكيف سوف يكون الحال بعد رمضان؟ لقد رأينا من الصائمين المجتهدين في قراءة كتاب رب العالمين من يختم رمضان في ليلة، هذا ليس ضربا من خيال ولا شيئا من محال. كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يختم رمضان في ركعة من قيام الليل، كان يسهر ليلة في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن، هذه صفته رضي الله تعالى عنه في رمضان، يأتي بالقرآن كاملا في ركعة واحدة يقوم بها لله عز وجل. جدة المتأخرون سيرة المتقدمين، فرأينا في المسلمين الذين يعيشون بيننا من يختمون القرآن في ليلة، بل ذكر الإمام النووي رحمه الله بأن من المسلمين في زمانه من كان يختم في يوم ختمتين، قال وثلاث، قال وأربع، قال وأقصى ما بلغنا أن من المسلمين من ختمه ثمان ختمات في يوم وليلة، وهذا أمر لا ينقضي منه العجب، لا ينقضي منه العجب، لكن عليك ألا تستغرب أن تطرح البركة لبعضهم في الأوقات، وأن يعان بعضهم في تلاوة الذكر والآيات، لا تعجب أن يعطي الله عز وجل ذلك لبعض أحبابه، لبعض أهله وخاصته، لبعض أهل القرآن الذين هم أهل الله عز وجل. اجتهد الناس ما وسعهم الاجتهاد في رمضان، فعنوا بالقراءة كثيرا وبالتلاوة طويلا، وتنافسوا في القراءة منافسة عظيمة جليلة، إنهم يهتدلون بركة الزمان،
انهم يغتنمون فرصة رمضان، انهم يعلمون انهم في هذا الشهر تضاعف لهم الحسنات وتحبس عنهم الشياطين وتحبس عنهم هذه المسلسلات التي تسلسل في رمضان، فيغتنمون بركة الشهر. فمنهم من قرأه 10 مرات، ومنهم من زاد، ومنهم من نقص. لكن الحالة التي نحذر، الحالة التي نخاف ولا نرجو، هي أن ينقطع هؤلاء بعد رمضان، هي أن تكثر عذابهم، هي أن تبرد قوتهم، فيعودون إلى ما شك منه الرسول صلى الله عليه وسلم، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يهجرون قراءته وتلاوته، يهجرون تدبره وتفهمه، يهجرون تحكيمه والتحكم إليه، يهجرون الانتشفاء بدوائه، فلا ينزلون دواء القرآن على داء القلوب. كل هذا من هجر القرآن ولقائل أن يقول قد كنا متفرغين للقراءة والذكر، فهل نستطيع ما كنا نستطيع في رمضان؟ لا يطالبك أحد بأن تختم في ليلة، وإنما أنت مطالب بأن لا تختم في أقل من 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى من قرأه في أقل من 3. فالناس بعد رمضان بين أن يختم الواحد منهم في 3، وبين أن يختمه في شهر أو في 40، فإن أقصى ما ورد من ترخيص أهل القرآن في ختمه أن يختم في 40، ومنهم من قال من ختمه في أكثر من شهر فقد هجر القرآن. فهل منا من سيعود إلى عادته القديمة فلا يعرف القرآن إلا في رمضان؟ إن الصالحين يعرفون القبول بعلامة، يدركون القبول بأمارة، تلك الأمارة هي أن يواظب الإنسان على الطاعة، فإن من ثواب الطاعة الطاعة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. فمن رأى من نفسه اجتهادا فتلك علامة القبول، تلك علامة البشرى، ومن رأى من نفسه كسلا وفتورا فليعد على نفسه باللائمة، وليراجع ما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. نعم، اختم القرآن في شهر، فإن اجتهدت فلتختمه كل أسبوعين، فإن أضفت خيرا من ذلك فاختمه في كل 10 أيام، في أسبوع، في 3، ولا تنزل عن ذلك. لماذا؟ للأمر المهم الجليل، ألا وهو أمر تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. لئن كنا لامسنا الزمان في رمضان فختمنا القرآن ختمات عديدة، فإننا في هذا الزمان نريد أن ننافس في فهمه، نريد أن ننافس في علمه، نريد أن ننافس في تدبره، نريد أن ننافس في العمل به وتطبيقه، وإلا فقد جاء نهج يحمل لوما أن تكون القراءة والتلاوة والعلم بكتاب الله أماني، كما ذم بذلك أهل الكتاب أنهم ما يعلمون كتابهم ولا يفهمون كتابهم إلا أماني، أي إلا قراءة فقط. وهذا لا يكفي من يريد أن يحيا بالقرآن، لا يكفي ولا يكتفي بهذا، بل يعتني بالتدبر الذي هو تفهم ما أنزل الله،
الذي هو العناية بخطاب القرآن في القلوب لقارئ أن يقول من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أخطأ. قلنا التدبر أمر يخالف التفسير ويفارقه. إن التدبر هو أن تنزل دواء القرآن على داء القلب. إن التدبر هو أن تتفهم هذه الرسائل التي يوجهها القرآن إلى قلبك، فترى قلبك منقبضا عن المعصية منبسطا إلى الطاعة، ترى جوارحك سريعة إلى معصية الرحمن بطيئة عن العصيان. إن التدبر أمر طلبه الله عز وجل من كل أحد، ولو كان هذا الأحد غير مسلم غير مؤمن غير موحد فإن التدبر يقوده إلى الإيمان، فإن التدبر يأخذ بيده إلى الرحمن. لقد تدبر القرآن قوم من المشركين فنطقوا بالحق في حق كتاب ربنا تبارك وتعالى. تدبره الوليد بن المغيرة وكان من أفصح رجالات قريش، فلما تدبره ليقول فيه شيئا، لما تدبر القرآن ليقول فيه أمرا أخرس لسانه وتبنت جماله وعجز عن إظهار عيب في كتاب الله. لقد عجزت حجته وظهر عجزه، فإذا به يقول ما سطرته كتب السيرة عن القرآن العظيم: إن له لحلاوة وإن عليه لضلالة وإن أعلاه لمسفر وإن أسفله لمغدق وإنه ليعلو وما يعلى. ثم قال الكلمة العظيمة الجليلة: وإنه ليس بكلام أحد من البشر. مثل هذه الكلمة سمعت من غيره من أهل الشرك، هذا عتبة بن ربيعة، ربيعة بن عتبة يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: يا محمد جئتنا بكذا وكذا ففعلت بنا كذا وكذا، فيفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا فرغ من حديثه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه الكلام قائلا: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أسمع ما تقول. فقرأ صلى الله عليه وآله وسلم صدر سورة فصلت حتى إذا انتهى إلى السجدة سجد، ثم عاد إلى قومه فقالوا: نحلف بالله لقد رجع أبو الوليد بالوجه الذي بغير الوجه الذي ذهب منه. فلما أقبل عليهم قال: يا معشر قريش، والله لقد سمعت كلاما ما هو بكلام البشر، وما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، فأطيعوني وخلوها لي واجعلوها لي، خلوا بين الرجل وبين ما يقول، فإن يظفر فإن عزه عندكم وإن مجده مجدكم، وإلا تكفيكم العرب أمره. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: أنتم وذاك. لقد تدبر هذا وذاك القرآن العظيم فقال فيه قولا لم يغادر الحق حين قال كل واحد منهما: وما هو من قول البشر. لكنهما إنما قرأ وتدبر للصد عن كتاب الله تبارك وتعالى. ومثلهما من تدبر فآمن، هذا جبل بن مطعم رضي الله تعالى عنه يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ على الشرك، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور حتى إذا بلغ قبل الحق
أم هم الخالقون؟ قال جبير بن مطعم: فكاد قلبي أن يطير. وفي رواية قال: فذلك أول ما وقع الإيمان في قلبي حين سمع هذه الآية العظيمة التلاوة، فتدبرها وتأملها، فانخلع من ذلك سؤاله. ليس هذا حكما على المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تأثير القرآن وسلطانه على القلوب عجيب. أقر من ذلك القاصي والدان العربي والعجمي الذي يفهم معناه والذي لا يفهم. روي قس نصراني يبكي يوما بجوار قايين يقرأ القرآن، قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي من الشجا، من الشجا الذي سمعته في هذا الكلام. شهادة من غير مسلم يعترف بتأثيره ووضعه الشديد، وأعرابي يسمع رجلا يقرأ قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فيسجد. فيقال له: ما أسجدك وأنت غير مسلم؟ قال: سجدت لفصاحته، سجدت لفصاحته. وقد أسلم غير واحد من وضع جرف القرآن على قلبه، ومن قوة سلطانه على نفسه، وهو لا يفهم معناه ولا يدرك مغزاه. وقع هذا في القديم كما وقع هذا في الحديث. قرأ بعضهم: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. فقال الأعرابي: والله لا يطيق البشر أن يأتوا بمثل هذه الكلمة. من عجيب ما روى كتب السير ما ورده ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صفة الصفوة عن عبد الواحد بن زيد رحمه الله أنه قال: ركبنا البحر فأنهدنا الريح إلى جزيرة، فإذا بنا رجل يعبد صنما، فقلنا: ما نعبد؟ فأومأ إلى ذلك الصنم. فقيل له: إن هاهنا من يسوي هذا، يعني يهدمه ولا يعبده. قال: فأنتم ماذا تعبدون؟ قالوا: نعبد الله. قال: وما الله؟ قالوا: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي الأحياء والأموات قضاؤه. فقال الرجل: وكيف عرفتموه؟ قالوا: إن الملك أرسل إلينا رسولا فبلغنا رسالة الملك. قال: وما فعل الرسول؟ قال: أدى الرسالة وبلغ الأمانة ثم قبضه الله إليه. قال: وهل ترك لكم من علامة؟ قالوا: نعم، كتاب الملك. قال: إن كتب الملوك لحسان، فهل معكم من هذا الكتاب؟ فقالوا: نعم. فأخرجوا المصحف فإذا به لا يقرأ، فقال: اقرأوا علي منه شيء. فقرأوا عليه سورة، قرأوا عليه سورة. قالوا: فما زلنا نقرأ ويبكي حتى انتهت السورة. قال صاحب هذا الكلام: شأنه ألا يعصى. صاحب هذا الكلام: شأنه ألا يعصى. ودخل في دين الله عز وجل من لحظته، ثم قال: احملوني معكم. فحملوه في تلك السفينة وعلموه من شرائع الإسلام ما تصح به عبادته وعقيدته. فلما جن الليل صلوا العشاء وأخذوا مضاجعهم، فقال: يا قوم، أربكم ينام بالليل؟ قالوا: سبحان الله،
ان ربنا عظيم حي قيوم لا ينام. قالت فكيف تنامون عن مولاكم وهو لا ينام؟ فعجبوا منه اشد العجب حتى اذا انتهوا الى هذه القريه التي يسكنونها وهي مدينه عبادان انزلوه واعطوه مالا. فقال عجبا ولم المال؟ قالوا لينفقه، انت حديث عهد باسلام. قال كنت في الجزيره اعبد صنما، كنت في الجزيره اعبد صنما فلم يضيعني وانا لا اعرفه، افبعد ان عرفته يضيعني؟ لا والله لا اقول شيئا. قال عبد الواحد فبعد ثلاثه ايام جاء الي من يقول هو في الموت، يعني هذا الرجل، فجاءوا الي فقالوا له هلك حاجه. قال من جاء بكم الى جزيرتي قد قضى حاجتي، من جاء بكم الى جزيرتي وهو الله قد قضى حاجتي في التعرف اليه. فبقي عنده ذلك الرجل. قال فغلبتني عيني، فغلبتني عيني فرايت مقابر عبادان كانها منضد من الرياض، فيها قبه وفي القبه سرير فيه جاريه، والجاريه لم ير في مثل حسنها وهي تقول بالله عليك عجل الي به فقد اشتد شوقي اليه. قال فانتبهت من نومي فاذا الرجل قد فارق الحياه. قال فغسلته ثم كفنته ثم دفنته، فما ان نمت في ليلتي حتى رايته مع تلك الجاريه وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى والملائكه يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. علمنا ربنا ما ينفعنا وانفعنا ربنا بكتابك العظيم انك اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن المقصود الأعظم من تلاوة القرآن هو الانتفاع بهذه التلاوة، هو الانتفاع بهذه الآيات، هو الاتعاظ بما في القرآن من الأمثال والأحكام والحكم والأحكام. إن الغاية العظمى هي أن نهدى بالقرآن، إلى أن نحيا بالقرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. ينبغي لقارئ القرآن أن يسأل نفسه، متى أكون من المتقين؟ متى أكون من الخاشعين؟ متى أكون من الخائفين؟ متى أكون من الراجين؟ متى أكون من المصلحين؟ متى أكون ممن يتقبل الله تعالى عنهم أحسن ما عملوا؟ متى أكون عند الله عز وجل بمنزلة عظيمة جليلة؟ متى أكون مقبول السعي عند الله تبارك وتعالى؟ متى أكون زاهدا في الدنيا راغبا عنها مقبلا إلى الآخرة بكليتي عليها، أطلب من الله عز وجل رضاه وأسعى في سبيله لا في سبيل غيره؟ إن قارئ القرآن إذا أنزل هذه الأسئلة في قلبه عند قراءته ينتفع بما يقرأ، يرتفع بما يقرأ، يتقوى بما يقرأ. إن هذه الحياة ملأ بالفتن والمغريات، بالصوارف والشواغل التي تصد الناس عن طريق الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي العود إلى ما كان عليه الإنسان قبل رمضان، لا ينبغي العود
الى ترك التاثر بالقران. فالتاثر بالقران غايه من الغايات لا ينبغي لاحد ان يزهد فيها، والا فليراجع قلبه. قال الله تعالى: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذي يقرا القران فلا ينتفع في خلقه وادبه ودينه. عليه ان يتهم قلبه، لان القلب عليه قفل يمنعه من دخول النور والهدى. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. افلم يتدبروا القول هذا انكار، ام جاءهم فلم يات اباءهم الاولين. يجب ان يتنبه الانسان اذا قرا القران فلم تقرض العينان، اذا قرا القران فلم تقشعر هذه القلوب والابدان. ينبغي ان يراجع نفسه، ينبغي ان يتامل في حاله، ينبغي ان ينظر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرا، وكيف حاله. كان صلى الله عليه واله وسلم اذا قرا بكى، واذا قرئ عليه بكى. يقرا عليه ابن مسعود فيقول له: حقك الان، فيلتفت اليه فاذا عيناه تذرفان. تقرا امراه: هل اتاك حديث الغاشيه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم قد جاءني. وعيناه صلى الله عليه واله وسلم اذا قرا فبكى، صعد لصدره صوت كأنيس المرجل من شدة ما يعاني من البكاء صلى الله عليه وآله وسلم. بل قام ليلة متدبرا في آية في ركعة لا يكذب سواها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. مضت الليلة على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، وهو لا يقرأ سواها ولا يردد غيرها. مثل ذلك عن أبي بكر وعمر. أبو بكر لما أنزلت إذا نزلت الأرض زلزالها بكى من شدة هذه السورة. أبكاه قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويراها أشد وأخوف ما أنزل الله عز وجل في القرآن. وعمر يقرأ: إن عذاب ربك لواقع، فيقع مغشيا عليه نعال في بيته لا يدرى ما به من علة بسبب هذا التأمل وذاك التدبر. بل من التابعين من قضى نحبه وهو يصلي، زرارة بن أوفى من خيار التابعين، صلى بالمسلمين الفجر يوما فقرأ قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عظيم. فخر ميتا من وقته. عباد الله، التأثر بكتاب الله أمر يحتاج منا إلى وقفة، بل إلى وقفات. لماذا؟ لأننا نريد أن نحيا به، نريده أن يحكم حياتنا، نريده أن يوجهنا في معضلاتنا، نريد أن نتوجه إلى القرآن الذي وصف بأنه يهدي للتي هي أقوم. وهذا أمر سوف يأخذ منا وقتا، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتدارس هذا الأمر فيما يأتي من خطب إن يسر الله تعالى والأعان. علمنا ربنا ما ينفعنا، وانفعنا ربنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بالقران العظيم، اللهم انفعنا بالقران العظيم، اللهم انفعنا بما فيه من الايات والذكر الحكيم، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نسالك في هذه الساعه المباركه ان تتقبل منا الصيام والقيام، والصلاه والسجود والركوع، والذكر والقراءه والتوبه يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، واسلل سخائم صدورنا، ب
الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان من النار. اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان من النار. اللهم تقبله منا يا ارحم الراحمين. وبلغنا رمضان اعواما عديده وازمنه مديده ونحن ندخل في نعيم طاعتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.